السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 تابع معنا الفيديو للنهاية أولا بالنسبة لأسعار اللحم سعر كيلو فراخ الأبيض 22 جنيه سعر كيلو مهات الأبيض 17 جنيه سعر كيلو فراخ الساسو 24 جنيه سعر كيلو فراخ البلدي 31 جنيه بالنسبه لاسعار الكتاكيت سعر الكتكوت الابيض من 8 جنيه ل 10 جنيه سعر الكتكوت الساسو من 4 جنيه ل 6 جنيه سعر الكتكوت البلدي من 3 جنيه ل 5 جنيه بالنسبه لاسعار البيض كرتونه البيض الابيض 27 جنيه كرتونه البيض الاحمر 28 جنيه كرتونه البيض البلدي 31 جنيه بالنسبه لاسعار البط سعر كيلو البط البلدي 50 جنيه سعر كيلو بط المسكوفي 35 جنيه سعر كيلو بطه فرنسيوي 18 جنيه سعر كيلو بط المولار 32 جنيه في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته